رسول الله صلى الله عليه وسلم رسما فقط. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر، كما تم في عهد الإمام علي كرم الله وجهه تدوين التشكيل، وتم في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان تدوين التنقيط، وقد تم الآن تدوين التجويد بترميز لوني للأحرف الخاضعة لأحكام التجويد، حازت شرف إصداره دار المعرفة، واعتمدته المراجع الإسلامية للمساعدة في التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد،